بمناسبة عيد الأم نهنئ أمنا الزهراء صلوات الله عليها أولا، ثم نهنئ كل أم في هذا العالم، وندعو الله تعالى أن يرحم قلب كل شخص فقد أمه وانحرم من حنانها. وأوصي شبابنا الأطياب أن يتعاملون مع أمهاتهم بأجمل معاملة، فقد روي عن الإمام السجاد عليه السلام إنه قال: وأما حق أمك أن تعلم إنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحدا أحد، ووقتك بجميع جوارحها ولم تبالي أن تجوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحر والبرد، وإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه.